الحمد لله، فلا الليل يحضن ما في القلب من ألم، ولا الصباح إذا ما جاء يؤويه. حملت قلبي على كفي وسرت به لما تيقنت أن الله يكفيه. فوحدوه. أشهد أن لا إله إلا الله. إن ضاقت الحال في عيش تكابده، واستفحل الهم وانتابتك أتراح، فافزع إلى الله في ذكر تردده، إن القلوب بذكر الله ترتاح. كم من كروب ظننا لا انفراج لها، حتى رأينا جليل الهم ينزاح. فاصبر لربك لا تيأس، فرحمته للخلق ظل وللأيام إصباح. كل باب وإن طالت مغالقه، فإن الصلاة على المصطفى مفتاح. أشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا رسول الله، سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أنت الضياء إذا الظلام تسيدا، عليك سلام الله دهرًا سرمدا. صلى عليك الله يا فجر الهدى، تعداد حمد في القلوب ترددا، أضاء بك الكون فعشت ممجدا، وفارقتنا بجسدك ولا زلت سيدا، عليك سلام الله في كل لمحة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا. صلى عليك الله يا علام الهدى، ما اشتاق مشتاق إلى مثواك. أيها الإخوة، هل فكرتم يوماً أن تعززوا رسول الله، أن توقروا رسول الله، أن تعظموا رسول الله في تعاملاتكم، في بيوتكم، في أعمالكم، في وظائفكم، في أقوالكم، في أفعالكم؟ هل فكرتم يوماً أن تعظموا رسول الله، أن تعززوا رسول الله؟ كثير ممن يطلق عليهم لقب مشايخ ودعاء في هذا الزمن يجتهدون اجتهاداً في أن يقنعوا الناس بأن رسول الله شخص عادي، ويصعدون المنابر ويقولون لكم إن رسول الله بشر مثلكم. هل رفع هذا الشعار أحد من صحابة سيدنا محمد؟ تعالوا بنا لنقرأ كلام هؤلاء الذين لا يعرفون قدر رسول الله، ثم بعد ذلك نقرأ كلام الله عن رسول الله. هم يتعاملون مع رسول الله على أنه شخص كلفه الله برسالة، بلغ الرسالة ثم انتقل عن دنيانا، فلا علاقة لنا بالمرسل ولا بالرسول، وإنما العلاقة كلها بالرسالة. افتحوا الرسالة ستجدون بند رقم واحد هو قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا ما تصفحنا صفحات القرآن العظيم وجدنا ربنا صراحة يأمرنا بالتفكر في ذات سيدنا محمد، اللهم صل عليه، يأمرنا بأن نتفكر في خلق ذات سيدنا محمد. في أواخر سورة سبأ نقرأ قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. أولم يتفكروا، ما بصاحبهم من جنة. الله يأمرنا أن نتفكر في عظمة خلق ذات سيدنا محمد، اللهم صل عليه. حتى إن ربنا قد ذكر حبيبك المصطفى، اللهم صل عليه، في القرآن 2672 مرة. سأكرر الرقم
أيها الإخوة، الله ذكر الحبيب المصطفى في القرآن، القرآن 6236 آية، 600 صفحة، 30 جزء، 240 ربع، 60 حزب. الله ذكر الحبيب المصطفى في كتابه 2672 مرة، وما ذاك إلا ليدلك ربك على عظمة حبيبه محمد. فكأن ربك يريد أن يقول لك: إذا كان أضخم خلقي هو العرش، فإن أفخم عبادي هو حبيبي محمد. وإن الأفضلية عند الله ليست بالزعامة وليست بالضخامة، وإنما الأفضلية عند الله بميزان الله الذي أودعه في ذات سيدنا محمد. فإذا كان ربك قد جعل عرش الله أمارة على قهره، فإن الله قد جعل حبيبه محمد عرش رحمانيته دليلا على رحمته. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذا كان عرش الله هو مظهر الجلال، فإن عرش رحمانية الله سيدنا محمد هو مظهر الجمال. وإذا كان عرش الله هو مظهر القهر والغلبة، حتى قال ربك: الرحمن على العرش استوى، فلا تقل كيف استوى ولا بما استوى، فأنا عبد وأنت عبد ولكل عبد ما نوى. وإذا كان ربك قد جعل عرشه دليلا على قهره وغلبته، فإنه قد جعل عرش رحمانيته سيدنا محمد دليلا على رحمته وتحنانه ومنه وكرامته. والله تجلى على الكون أولا بالجمال قبل أن يتجلى عليه ثانيا بالجلال: إن رحمتي سبقت غضبي. فرسول الله سيد الكائنات على الإطلاق. حتى سئل الإمام ابن عقيل رضي الله عنه، كما أورد ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، وابن حجر في فتح الباري، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، والإمام البيهقي في دلائل النبوة، والإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وغيرهم كثير. سئل الإمام ابن عقيل: الحجرة أفضل أم الكعبة؟ قال: إن سألتني عن مجرد الحجرة فالكعبة أفضل، أما إن سألتني عن الحجرة وهو فيها صلى الله عليه وسلم فلا والله، ولا الكعبة ولا العرش وحملته ولا الكرسي وسدانته ولا الأفلاك الدائرة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن بالكون لرجح. هذا رسول الله أشرف خلق الله، أعظم خلق الله، أحب خلق الله على الإطلاق. وقد سمعنا القارئ الكريم يقرأ قبيل الخطبة: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ويقرأ: ألم نشرح لك صدرك. رسول الله ذكر في هذه الآية وحدها مرتين: ألم نشرح لك صدرك، أربع كلمات ذكر فيها الحبيب المصطفى مرتين. كأن ربنا يريد أن يقول لنا: حينما أرسلت الرسل وبعثت الأنبياء جعلت في كل نبي خصيصة وفضيلة ومزية، ثم جمعت مزايا الأنبياء كلهم في ذات حبيبي محمد. فإذا كان موسى قال: رب اشرح لي صدري، فإن رسول الله قد أعطي هذه المنقبة من غير أن يطلبها: ألم نشرح لك صدرك. وإذا كان موسى يسأل ربه مبتهلا متذللا: ويسر لي أمري، فالله قد أعطى هذا التيسير للبشير النذير من غير استشراف وطلب، قائلا له: ونيسرك لليسرى.
وإذا كان موسى يقول واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن رسولنا وحبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطاه الله هذا البيان دون طلب فإنما يسرناه بلسانك. وإذا كان موسى قال رب أرني أنظر إليك فأجابه الله قائلا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني يا موسى إن استطعت أن تتحمل رؤية المتجلى عليه وهو الجبل ساعتها يحق لك أن تطلب المنزلة التي تليها وهي أن ترى المتجلي سبحانه وتعالى. فلما تجلى ربه للجبل وهو جبل جعله دكا، فموسى لم يتحمل أن يرى الجبل وهو المتجلى عليه، فما بالنا بالمتجلي وهو الله. كأن ربك يريد أن يقول لموسى إن هذه المنزلة يا موسى قد خصصتها لواحد من عبادي هو حبيبي محمد. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى، ولو قارنت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنى. فموسى خر مغشيا عليه، وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا، فصلوا عليه. وإذا كان الخليل إبراهيم يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني سمعة طيبة في الأمم التالية، فإن حبيبكم صلى الله على حضرته وآله قد أعطاه الله هذا الشرف من غير طلب، كما استمعنا إلى قارئنا الكريم يقرأ قول الرب الكريم لحبيبه الرؤوف الرحيم ورفعنا لك ذكر. هبط الأمين جبريل على الأمين محمد قال له يا رسول الله أتدري كيف رفع الله ذكرك؟ إن ربك يقول لك لا يذكر اسمي إلا ذكرت معه، فما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله إلا ويشهد صنوها مباشرة أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. أغر عليه للنبوة خاتم من الله نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. الدنيا بأسرها لا قيمة لها ولا نور فيها بغير سيدنا محمد. إن التقدم مهما بلغ لا يقيم الله له وزنا إلا إذا وضعنا أيدينا في يد سيدنا محمد. وإن أعمالنا مهما عظمت وكثرت وشرفت لا وزن لها عند الله إذا تخلى عنك حبيبك محمد. وإن الخزي والدمار والعار على كل إنسان يوم القيامة لم ينشغل في حياته الدنيا بسيدنا محمد. أيها الإخوة، إن الله لما خلق الخلق شغلهم بسيدنا محمد. المخلوق الوحيد الذي شغل الله به كل العوالم هو سيدنا محمد. هاتوا لي نبيا واحدا، عدد الأنبياء 124,000 نبي، هاتوا لي نبي واحد الله قال في حقه إن الله وملائكته يصلون على النبي، ليس ثم إلا سيدنا محمد. لا فخار لأحد من الخلق إلا لسيدنا محمد. حتى إن معجزات الأنبياء، كل الأنبياء وكل معجزات الأنبياء هي من رحم معجزات سيدنا محمد، كما قال البصيري في البردة وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل
هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم، كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم. الله أوجب على الخلق قبل سيدنا محمد أن يدخلوا على حضرته الأبدية من باب سيدنا محمد، قبل أن يولد سيدنا محمد. اقرأوا القرآن. القرآن ما هو القرآن؟ القرآن كله إما كلام موجه لسيدنا محمد وإما كلام موجه لنا عن سيدنا محمد. فموضوع القرآن سيدنا محمد. الله لما أراد أن يعرفنا على ذاته لم يتوجه إلينا بالخطاب مباشرة فيقول هو الله أحد، وإنما توجه إلى حبيبه أولا فقال له قل هو الله أحد. كأن ربك يريد أن يقول لنا لن تصلوا إلي ولن تتعرفوا علي ولن تقبلوا لدي إلا من باب حبيبي محمد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإننا ننظر إلى الدنيا بعين سيدنا محمد، ونتعرف على الله بعلم سيدنا محمد، ونصل إلى الله في معية سيدنا محمد، وسرعتنا هي سرعة سيدنا محمد، لأن من كان في معيته صبغه الله بصبغة سيدنا محمد. حينما قال رسول الله عن جعفر ابن أبي طالب الشهيد الطيار، حينما وقعت عين النبي المختار على جعفر الطيار قال له يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر، مع أن جعفر كان في الحبشة ورسول الله كان في المدينة، إلا أن جعفر من شدة تتيمه ومحبته وتعلقه وفنائه في ذات الحبيب محمد، الله خلق على جعفر، الله خلع على جعفر صفات شكل سيدنا محمد، مع أنه كان لونه أسمر. جعفر ابن عم النبي بشرته كانت سمراء، فما سر هذا الشبه؟ هل تغير لون جعفر إلى اللون الأبيض؟ لا والله، نحن نقرأ في شمائل رسول الله أن لون بشرة رسول الله كان أبيضا مشربا بحمرة، فما سر هذا الشبه الذي خلعه الله من سيدنا محمد على سيدنا جعفر؟ إنه سر التعلق بين الحبيب والمحبوب عليه الصلاة والسلام. حتى بعد استشهاد جعفر أيها الإخوة، حينما كان جعفر في مؤتة ورسول الله في المدينة ينقل الأحداث على الهواء مباشرة لأهل المدينة، قال استلم الراية جعفر بن أبي طالب، أراه يقاتل، قطعوا يده اليمنى، استلم الراية بيده اليسرى، أراه يقاتل، قطعوا يده اليسرى، فاستلم الراية بعضديه، أراه يقاتل، قتلوه، أراه الآن في الجنة، أبدله الله بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة. ثم دخل رسول الله على أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة جعفر، والتي تزوجها علي بن أبي طالب بعد استشهاد جعفر، فدخل البيت فقالت أسماء ما فعل جعفر يا رسول الله؟ فسكت رسول الله وعيناه تذرفان الدمع، فقالت أسماء من لأولادي يا رسول الله؟ فضم رسول الله أولاد جعفر وهو يبكي ويقول لها يا أسماء أنا وليهم في الدنيا والآخرة. وفي الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم قال الحبيب المصطفى ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة.
اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي إحدى القراءات الشاذة وهو أب لهم عليه الصلاة والسلام. والقراءة الشاذة يستفاد منها في استنباط الأحكام وتنزل منزلة خبر الآحاد، إلا أنها لا يتعبد الله بها في التلاوة، في تلاوة القرآن، إلا أننا فهمنا منها أن سيدنا رسول الله اللهم صل عليه هو والدنا جميعا، هو أبونا جميعا. ثم سكت رسول الله هنيهة أمام أسماء بنت عميس فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقيل له: على من ترد السلام يا رسول الله؟ قال: على أخي جعفر، جاءني في نفر من الملائكة ليزورني أبا إلا أن يسلم علي. كأن جعفر بعدما استشهد وهو يسرح في جنان الله، كأن جعفر لا يتم تلذذه بنعيم الله إلا بالسلام على رسول الله، كأن جعفر وهو في الجنة لا تطيب الجنة له إلا إذا كان سامعا لصوت رسول الله، إلا إذا كان في معية رسول الله. قيل للقعقاع الأوسي: قل لنا شيئا يشوقنا إلى الجنة. قال: يكفي أن فيها رسول الله. فالجنة بغير رسول الله ليست جنة أيها الإخوة. بعد هذا البيان المختصر جدا عن عظمة سيدنا محمد، هل نحن فعلا انشغلنا برسول الله؟ نظرنا إلى الدنيا بعين رسول الله؟ تعاملنا مع الناس على هوى رسول الله، على مزاج رسول الله؟ لما نفرح أو نقبض، حينما نفرح هل فرحنا نابع من فرح رسول الله؟ هل غضبنا اقتدينا فيه بغضب رسول الله؟ أيها الإخوة، نحن في زمن لا ينقصنا فيه إلا شيء واحد، ألا وهو أن تتعرف هذه البشرية على سيدنا محمد. لا خير فينا إذا لم نقم بهذه الرسالة، أن نعرف الناس على رسول الله. أولادنا اليوم نزج بهم في أتون الثقافات الوافدة والعقائد الراكدة دون أن نقدم لهم جرعة مضادة من المحبة المحمدية، من الرحمة المحمدية. أولادنا اليوم نفتخر أنهم يجيدون اللغات الأجنبية ويجيدون التعرف على الثقافات الغربية، وبارعون في توصيف وتوظيف الحضارة الأوروبية، وهذا مطلوب، هذا مطلوب أيها الإخوة. لكن بعدما يكبر أولادنا وقد رمينا بهم في أتون الغربة دون أن نقدم لهم جرعة كافية من محبتنا لسيدنا محمد، إذا بنا نشتكي من الإلحاد، ونشتكي من التطرف، ونشتكي من الجهل، ونشتكي من الإرهاب. لماذا؟ لأننا عزلنا أولادنا عن مصدر السعادة والسيادة والريادة، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. جربوا في مرة، اجمعوا أولادكم في بيوتكم أيها الإخوة، واعقدوا لهم مجلساً للصلاة والسلام على سيدنا محمد. انصحوا أولادكم أن يقرأوا ولو شيئا يسيرا كل يوم عن سيدنا محمد. هذه الأمية الدينية التي ابتلينا بها نحن وأولادنا أيها الإخوة، أمية دينية بأبجديات الأبجديات عن سيدنا محمد، هذا واقع يؤذي رسول الله. أولادنا النهاردة مش عارفين أي حاجة عن النبي. لو سألتهم عن أي فيلم سينمائي أو أي عمل درامي أو أجنبي أو عربي أو محلي، هتلاقيهم ما شاء الله ما شاء الله خبراء في كل مجال، سواء في مجال الفن
أو في مجال حفظ الأغاني المهرجانات والأغاني الخليعة، شبابنا حافظينها وبيشغلوها 24 ساعة في ال 24 ساعة، وتسألهم عن البطولات في كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة وأخبار المحترفين وانتقال اللاعبين من هنا إلى هناك ومن هناك إلى هنا، يعرفون كل شيء عن كل شيء إلا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حتى أنا دايما بقول وفي كل مكان بروح بقول الكلمة دي، بقول ولادنا النهاردة مش عارفين حتى الاسم الرباعي لسيدنا النبي، الاسم الرباعي لسيدنا محمد ولادنا مش عارفين، أسماء زوجات النبي، إعلان الوراثة لسيدنا النبي، القيد العائلي لسيدنا النبي، ولادنا مش عارفين عنه أي شيء، أسماء أولاد النبي، عدد أولاد النبي، اسم النبي. إحنا أبائنا ما كانوش كده وأمهاتنا ما كانوش كده، إشمعنا إحنا ربينا أولادنا على كده؟ لماذا أيها الإخوة؟ إن هذا الواقع يؤذي رسول الله وهو في برزخه الشريف. إن هذا الواقع كما قال سيدنا محمد اللهم صل عليه: تعرض علي أعمالكم، ومن باب أولى بيوتنا معروضة على سيدنا محمد، سرائرنا وظواهرنا معروضة على سيدنا محمد. فهل نحن واقعنا الآن أيها الإخوة حينما يعرض على رسول الله، هل هو واقع مشرف؟ هل نتشرف به أمام رسول الله؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده في مرة واحد مر على بريرة، بريرة هذه كانت خادمة تخدم آل رسول الله، والخبر بسند صحيح يرويه لنا سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: كان لآل رسول الله خادمة تخدمهم يقال لها بريرة، فمر عليها رجل في يوم قال لها: يا بريرة غطي شعيفاتك فإن محمدا لن يغني عنك من الله شيئا. الشعيفات هي الشعيرات في مقدمة الرأس، غطي شعيفاتك دي ما زعلتش النبي، لكن إيه اللي زعل النبي؟ الكلمة اللي بعدها اللي بنسمعها النهاردة. النهاردة يقول لك، استغفر الله سامحوني، لكن من باب أن حاكي الكفر ليس بكافر وأن حاكي العبط ليس بعبيط. تسمعون اليوم على الشاشات وفي بعض الكتب تقرؤون يقولوا لك إن حضرة النبي بشر وإحنا بشر، حضرة النبي تزوره زيارة عادية، بل اجترأ بعضهم وقال زره زيارة الأموات، هذا أمر يؤذي رسول الله. إذا كان الشهداء وهم ثالث مراتب النبوة، الله نهانا أن نقول عنهم أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين إلى آخر الآيات. فما بالنا بالصديقين، ثم ما بالنا بالأنبياء، ثم ما بالنا بأول كل أول هو الحبيب المبجل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. الذي قال: الأنبياء أحياء في قبورهم. الذي قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. يا زائرين رسول الله، سيدنا النبي في الروضة حي. جاء حديث ما معناه: أسمع من قد صلى علي. فقال لها: غطي شعيفاتك فإن محمدا لن يغني عنك من الله شيئا. فذهبت بريرة إلى سيدنا محمد وحكت عليه ما جرى. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فغضب رسول الله حتى احمر وجهه وخرج علينا يجر رداءه. قال: وكنا نعرف غضب رسول الله من احمرار وجنتيه وجر ردائه، ورسول الله ساكت لا يتكلم، مغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال جابر: فانجفلنا إلى بيوتنا وأخذنا السلاح وتقلدنا السيوف وذهبنا إلى رسول الله، وقلنا له: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق
لو أمرتنا في آبائنا وأمهاتنا وأولادنا لأمضينا فيهم قولك، فأمر أمرك يا رسول الله، ما الذي أغضبك؟ نفوسنا لك الفداء. قال: ورسول الله لا يتكلم. حتى أذن بلال للصلاة، صلى بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم صعد المنبر وجلس ساعة وهو محمرة وجنته ويعلوه الغضب. قال: ونحن جلوس أمام رسول الله. ثم قام رسول الله خطيبا وقال: أيها الناس، من أنا؟ وهو مغضب، نفسي له الفداء، اللهم صل عليه. قال: فقلنا: أنت محمد رسول الله. قال: ليس عن هذا أسألكم، أيها الناس من أنا؟ قالوا: أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، هكذا تقول الرواية. قال: فقال لنا رسول الله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا المستظل بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله ولا فخر. ما بالكم تزعمون أن شفاعتي لا تنال ذوي رحمي؟ إنني أشفع فأشفع، حتى إن من أشفع فيه يشفع فيشفع. إني أشفع فأشفع، حتى إن من أشفع فيه يشفع فيشفع. ثم قال رسول الله: حتى إن إبليس يوم القيامة لا يتطاول طمعا في الشفاعة. عشم إبليس في شفاعة النبي. لكن لم تسألوا أنفسكم في مرة: لماذا حادثة شق الصدر الشريف للحبيب المنيف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ في كل الروايات التي توصف هذا المشهد يقول لنا سيدنا محمد: أتاني جبريل وميكائيل بطست من ذهب وفيه ماء من وفيه برد وفيه ماء زمزم، على اختلاف الروايات، فشق صدري الشريف وأخرج منه حظ الشيطان، وفي رواية حرز الشيطان. ما معنى هذا؟ الأولياء الكمل لا حظ للشيطان في قلوبهم ولا سلطان للشيطان عليهم. قال الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فما بالنا بسيد العباد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فما هو حظ الشيطان؟ قال العارفون: أراد الله أن يخرج حظ الشيطان من شفاعة الحبيب العدنان، فلا شفاعة لإبليس من سيدنا محمد، ولا نصيب للشيطان في رحمة الله المجسدة في سيدنا محمد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إبليس من ضمن العالمين. الله أراد أن يستثني عالم الأبالسة من الرحمة المحمدية، فحدثت حادثة شق الصدر الشريف ليخرج الله حظ إبليس من رحمة سيدنا محمد. حتى قال الحبيب النفيس عليه الصلاة والسلام: حتى إن إبليس يوم القيامة لا يتطاول طمعا في الشفاعة. فإذا كنت منتسبا حق الانتساب لسيدنا محمد سيد الأحباب، أبشر، ستدركك شفاعة سيدنا محمد. لكن وآه من لكن وما بعدها، لكن وبالبلدي، اللي يموت هو مش عارف النبي. الناس يبعثون على الهيئة التي ماتوا عليها، هيبعث يوم القيامة وهو مش عارف النبي. اللي يموت هو مش حافظ اسم النبي، يبعث يوم القيامة وهو مش حافظ اسمه الشريف. اللي يموت يوم يموت ولم يقرأ مرة في شمائل رسول الله، في خصائص رسول الله، في صفات رسول الله، في المواصفات الجسدية والأخلاقية لرسول الله، سيبعث يوم القيامة وهو لا يعرف شيئا عن رسول الله. ولنا هنا لفتة وأختم بها: سؤال القبر، من ربك؟ ما دينك؟ السؤال رقم ثلاثة، لا مش ليس من نبيك، وإنما هو ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. الملائكة لما بتسألك عن ربنا الإجابة كلمة واحدة: من ربك؟ الله. ما دينك؟ كلمة واحدة: الإسلام.
لكن ملائكة القبر يريدون أن يستمتعوا بالسماع عن رسول الله، فلا يسألونك قائلين من نبيك، وإنما يقولون لك بالبلد يعني سمعنا حاجة عن النبي، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، يعني ماذا تعرف عن حبيبك سيدنا محمد، كما نقول في أسئلة الامتحانات اكتب ما تعرفه عن كذا. فالملائكة بتقول لك سمعنا حاجة عن النبي، طب انت المسكين يعني البعيد مات يوم مات وهو لا يعرف سطرا واحدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حينما يسأله الملكان يقولوا له ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، ما يتكلمش سطر واحد. طب ده صح؟ هل هذا واقع فعلا يرضي الله ورسوله؟ لا والله ما يصح وما ينفع أبدا إن احنا نموت ومش عارفين أبجديات الأبجديات عن سيد الكائنات عليه أفضل الصلوات والتسليمات. سلامي على بدر أتم فسلما، وأخفى شعاع الشمس لما تبسما، ولما مشى في ظلمة الليل انجلى له ما كان في الكون مظلما. سألت النوق التي آمنت به، قالت شريف في البرايا معظما. قلت لها يا نوق أين داره؟ قالت نعم أرض البقيع وزمزم. قلت لها يا نوق قصدي أزوره؟ قالت سافر إلى طيبة والحمى. قلت لها يا نوق ما اسمه؟ قالت محمد شفيع لمن صلى عليه وسلم. الشيء يشرف إذا انتسب لسيدنا محمد. قالوا أتحمي جمالا لست تعرفها؟ قلت أحمي جمالا سادتي فيها، فلا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. ثم الصلاة على المختار من مضر محمد سيد الدنيا وما فيها. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا رب اللهم يا موفق الطائعين ويا رب السائلين وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك، لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب، أرأيت ظلك في الظلام مشامعك، وارفع يديك إلى السماء مناجيا ربا إذا ناديته ما ضيعك. فوحدوه. أشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا رسول الله، سكن الفؤاد فعش هنيئًا يا جسد، هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد. عش في أمان الله تحت لوائه، لا خوف في هذا الجناب ولا نكد، أصبحت في كنف الحبيب ومن يكن جار الحبيب فعيشه العيش الرغد. عيسى وآدم والصدور جميعهم هم أعين هو نورها لما ورد، لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد، أو لو رأى النمرود نور جلاله لعبد الجليل مع الخليل وما عند. لكن نور الله جل فلا يرى إلا بتخصيص من الفرد الصمد. صلوا على سيدنا محمد. أيها الإخوة، قطعنا الآن 34 دقيقة نتكلم عن جزء من 100,000 جزء من الواجب علينا من تعظيم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الله يقول لحبيبه في سورة الفتح: إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيرا. ثم التفت ربنا بالخطاب إلينا قائلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، يعني تعززوه
وتوقروه يعني تعظموه، وتسبحوه يعني تسبحوا الله بكرة وأصيلة. في الآية التي بعدها مباشرة الله قال كلمة في حق سيدنا محمد: لو لم ترد في القرآن ما استطعت ولا اجترأت أن أقولها في مدح سيدنا محمد. قال الله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. أيها الإخوة، لو لم يبلغنا الله في القرآن بهذا الوصف في حق سيدنا محمد ما اجترأ واحد من الخلق أن يصف سيدنا محمدا بهذا الوصف، لكن ربنا أراد أن يدلل لنا على أنه لا نجاح ولا نجاح ولا فلاح ولا صلاح ولا أمان ولا ضمان لأحد من الأنام إلا إذا أقبلت على الله من باب الحنان، من باب سيدنا محمد العدنان، ساعتها سيقبلك الله. فأنت باب الله، أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل، عجل بإذهاب الذي أشتكي، فإن توقفت فمن أسأله. ده حتى زيد بن الدثنة أيها الإخوة حينما قتلته قريش صبرا، يعني صبرا يعني لم يسمحوا له حتى بالمبارزة ولا بالمقاومة، أوثقوه. أبو سفيان بن حرب بيقول له: يا زيد، أيرضيك أن تكون منعما في أهلك ومحمد مكانك؟ فانتفض زيد بن الدثنة انتفاضة العصفور المبلل بماء المطر في عز البرد، وقال لهم: والله لا أرضى أن أكون منعما في بيتي وسط أهلي ويصاب أنف محمد برعاف. أسرت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا نجوت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. حتى إننا في يوم القيامة، الله قادر وهو على كل شيء قدير أن يبعثنا من قبورنا إن شاء الله بعد عمر طويل، فريق في الجنة وفريق في السعير. فلماذا مشهد البعث؟ ولماذا مشهد النشر والحشر والصراط والميزان وكل المشاهد؟ لماذا؟ أراد الله أن يثبت للعالمين في كل مشهد أن سيدهم محمد. في حتى في مشهد البعث سيدنا النبي اللهم صل عليه يقول لك إيه: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر. معنى ذلك أننا في مشهد البعث الله أراد أن يلفتنا إلى هذا السر أن سيدنا محمد، سيد السادات محمد. الله ما جعل القيامة إلا احتفالا بمحمد، اللهم صل عليه، إلا تشريفا لسيدنا محمد. حتى في مشهد دخول الجنة رسول الله يقول: أنا أول من يحرك حلق الجنة بيده، فيقول رضوان، سيدنا رضوان خازن الجنة، أمين أمناء الجنة، رئيس ملائكة الجنة، يقول: من بالباب؟ قال: فأقول: أنا محمد رسول الله. قال: فيقول رضوان: أمرت من قبل ربي ألا أفتح لأحد قبلك. في كل مشهد أراد الله أن يثبت لنا أن سيدنا محمد. حتى في هذه الدنيا التي نعيشها، الدنيا كلها فراغ في فراغ، وظلم في ظلم، وظلام في ظلام، وهراء في هراء، والله مستحيل وألف ألف مستحيل أن تكون جملة مفيدة من الدنيا بغير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجمعنا على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة لها أن تكون ساعة إجابة، يا رب احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم أوردنا حوضه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم افسح لنا مكانا ومكانة في قلب حبيبك محمد، ومن علينا يا ربنا الآن
القرآن بنظرة من روضة حبيبك محمد، وحقق هذا الجمع بجمع مثله عاجلا دائما في روضة الحبيب محمد. اللهم ارزقنا العمرة كل شهر والحج كل عام. اللهم اهدنا سبل السلام وارزقنا حسن الختام، وأبلغ حبيبك وآل بيته منا السلام، وحققنا بمعيتهم في اليقظة والمنام، واجمعنا قريبا في بلدك الحرام. يا ملك يا علام، بجاه المصطفى خير الأنام وآله وصحبه الكرام، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، وأقم الصلاة.